هروح لفقرة يمكن كتير مهمة والبعض بيخطئ فيها اللي هي الرياضة. ممكن أكيد سلمى هي يمكن اليوم نتمنى أنه كلياتنا نقدر نلتزم برياضة بحياتنا وتكون أسلوب حياة. للأسف بعض الناس بيعملوا رياضة ما بيلجأوا يمكن لناس أختصاصين لكوتشات معينين، فهون بيوقعوا ببعض الأخطاء اللي ممكن يكون تأثيرهم عكسي على أجسامهم، خاصة يمكن سلمى اللي خاضعين لبعض العمليات اللي بتتطلب بعدها ممارسة الرياضة مثل الديسك. صحيح فرح، ويمكن كمان هلا عم نشوف مواقع التواصل الاجتماعي صار فيها مقاطع بينزل فيها مثلا رياضات معينة، إذا عملت هيك بتروح المشكلة اللي بظهرك، إذا عملت هيك هل هي صحيحة؟ هل أي شخص فيه يعمل هذا الشيء أو لا؟ يعني هي كمان أسئلة كتير مهمة. طبعا خلينا نعرف التفاصيل أكثر مع الناس الاختصاصيين أكثر، مع الكوتش هديل سعيد. يسعد لي صباحك، ينعاد عليكي بكل خير. ينعاد عليكي وعلى جميع بألف خير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش من نقطة مهمة كثير اليوم، الرياضة هل هي فقط للناس الأصحاء يعني اللي عنده مشكلة بظهره، ديسك، أمراض معينة، غضروف، ما إلى ذلك، ما بيقدر يلعب رياضة؟ هلا هي رياضة للجميع بأي المشاكل، إن كان في مشاكل أو لا، أي شخص فيه يلعب رياضة، إن كان اللي عنده إصابة، اللي ما عنده أي إصابة، اللي عنده زيادة وزن، اللي عنده نقص وزن. هلا نشوف كمان أغلب العالم اللي حتى اللي ما عنده زيادة وزن كمان بتلجأ للرياضة مشان تنصح، منشان اللي عنده زيادة مشان ينحف. طيب اليوم خلينا نعرف بالتفصيل شو هي الأخطاء يلي ممكن يوقع فيها الناس لما بيمارسوا الرياضة، خاصة الناس المختصين يمكن يلي بيحبوا انه يكون هن 7 أيام بالأسبوع عم يلعبوا رياضة و7 أيام مستمرين فيها، لكن بعض الأخطاء يلي ممكن هن ما بينتبهوا انه هن بخطأ معين. هلا دائما اللي بيفوت على الجيم بيلعب رياضة وخاصة ما بيكون تحت إشراف أي مختص بده يواجه كتير أخطاء، منها مثلا رفع أوزان ثقيلة، مثلا حركة غلط، أو بيفوت مثلا حسب هو بده ينحف بده يسمن، اي عنده اصابه. هون لما ما يكون حواليه مختص فهون اجباري بده يتعرض لاي اصابه، لاي خطا تمريني، لاي خطا ان كان بالحركات، بال مثلا شيل اوزان، يمكن باي لعبه يفوتها هي تكون ما بتناسبه، فهون بيفوت بطريقه بيكون كثير خاطئه فبيتعرض اجباري للاصابه هون. طب الاشخاص الاصحاء كوتش يعني كمان ممكن يوقعوا ببعض الأخطاء؟ طبعا كل الأشخاص بيوقعوا بالأخطاء، يعني عم أقول لك أي شخص بده يفوت يلعب رياضة بالجيم بده يتعرض لإصابة إذا ما كان عارفان شو الرياضة اللي بده يلعبها، ما كان في حدا عم بيوجهه شو يلعب، أو مو محدد له مثلا سبب الهدف اللي فايت فيه على الجيم، إن كان بده يزيد وزنه، إن كان بده ينحف، أو عنده إصابة، أو ليصلح أي مثلا عضلة بالجسم عنده فيها إصابة، فإذا ما كان حوالي حدا مختص فإجبار هم بده يصير عنده إصابة، وهي من أكثر الأخطاء اللي منواجهها بالنادي. طيب كوتش كمان مثل ما حكينا بالبداية رح هيك نحكي بشكل مفصل أكثر عن اللي بيعانوا من الديسك، اللي عندهم انزلاق ديسك. تمام. شو التمارين اللي بتناسبهم، شو التمارين اللي لازم يبتعدوا عنها؟ هلا التمارين اللي أكثر شيء أي واحد بده يروح لعند أي دكتور بده يقول له أنا مصاب بالديسك، أول شغلة بده يوصف له إياها هي الرياضة كأنه وصفة طبية. يعني وحتى هو إذا بده يعالجه بده يعالجه بتمارين رياضية، فأنا لما بدي روح لعند الطبيب بده يقول لي روحي على الرياضة، أنا بدي ألجأ هون للرياضة بدي روح على الجيم، فأنا هون بدي كمان أعرف شو بدي ألعب. عنا أكثر شيء مفيد وما فيه جهد عالي وما فيه تعب ومجهود على الفقرات أو على العمود الفقري أو على العضلات المحيطة بالعمود الفقري، فهي السباحة. هي رياضة كتير منيحة للمصاب بالديسك، ما أنا رياضة شاقة، بتحرك كل عضلات الجسم وبتقوي الفقرات بالعمود الفقري. كمان هون عندنا كمان اليوغا كتير بتقوي عضلة إن كانت القلب أو الظهر، عضلات الظهر كمان بتقويها. ومنها تمرين الكوبرا، هي كتير مفيد للخاصة اللي عنده وجع ظهر، اللي عنده ديسك كتير منيح بيصير الفقرات مرنة بين بعضها. كمان أنا عندي اليوغا حكينا عنها، عن تمرين الكوبرا، وعندي كمان المشي كتير مفيد، ركوب الدراجة بس بشكل كتير خفيف ويكون لمسافات قصيرة ما يكون مسافات طويلة. شو هي الرياضات كوتش اللي ممنوعة خلينا نقول لمرضى الديسك؟ هلا أي شيء شاق،
بيتعب الجسم، بيتعب العضلات، ان كان المشي او الركض لمسافات طويله، وخاصه اذا ما كان في ارض مستقيمه. يعني دائما نحن لما بده الواحد يمشي لازم يراعي المكان اللي عم يمشي فيه، الانسب انه يكون عشب منشان خاصه لمرضى الديسك، لان اذا كان في اماكن يعني فيها منحدرات فهي كمان مضره لإله، بتعب العضلات. عندي انا كمان المفيدة لمرضى الديسك السباحة، تمام، او عفوا اللي لازم يبتعد، اللي بيبتعد عنا، كمان رفع الاثقال هي كثير كمان مضرة لإله، فهدول لازم كثير يبتعد عنهم. او مثلا تمرين القرفصاء هي كمان بتضر، الانحناء للامام كمان بتضر. طيب في ناس بيكون عندها مشاكل غير الديسك، بيكون عندها مشاكل بالغضاريف، ان كان مثلا هي بنشوفها صرنا هلا وللاسف عند شباب، يعني ان كان بالركب وغيرها عم بيصير عندهم مشاكل كثير، وفي منهم عم يضطر يعمل عمليات بعمر صغير، فشو التمارين ايضا اللي لازم بتساعدهم او شيء بتعدوا عنه؟ هلا هي نحن نعتبر الغضاريف هي اللي بيساعدها اكثر شيء العضلات، يعني تعتبر العضلات هي حمايه الغضاريف. انا اذا تعبت العضله او صار في عندها اصابه او تشنجت، فانا هون لانه بين الفقرات في عندي غضاريف، هون ممكن انه تنصاب او يصير هون اصابه، فانا كل ما حميت العضلات بالرياضه وكل ما عرفت شو اتمرن للعضله وكيف انا ساعد العضله انه تضل بحاله استقرار تام، انا هون بحمي العمود الفقري، بحمي الفقرات، ان كان بحمي الغضاريف ان كان بالركب او بالظهر باي مكان بالجسم، فانا هون لازم اشتغل على العضلة صح، احمي العضلات صح، اعرف شو اتمرن. وخاصة هدول الديسك او عند هو في عنا ديسك رقبي وديسك قطني، هدول يعني كتير حساسين، لازم اعرف تماما شو العب الرياضة، اعرف تماما كيف انا حافظ على هي العضلة بحيث ما اعطيها مجهود كبير. اليوم كمان كبار السن يمكن صار عندهم وعي انه هن لازم يحركوا جسمهم بشكل دائم حتى بالرياضات الخفيفه، خلينا نقول شو هن اهم الرياضه اللي بتنصحي فيهم لكبار السن، وبنفس الوقت شو هي الرياضه اللي بتقولي نحن ما لازم نتبعها خاصه لهي الفئه من العمر؟ هلا الكبار وضعهم بيكون مختلف لانه بيكون عندهم شوي ما بيقدروا يعطوا مجهود عالي، فالمشي كثير مفيد لإلهم. السباحه لاي عمر كمان مفيد لإلها، مثلا ركوب الدراجه مفيده بحيث ما يكون مسافات كمان طويلة، تكون مسافات قصيرة لأنه هي كمان بتحرك العضلات الجسم. عندك تمارين الستريتش الإيطالي هي كتير مفيدة، يعني أنا بنصح أي حدا إن كان عمره صغير أو كبير أول ما يفيق من النوم يعمل تمارين الإيطالي اللي هي الستريتش، وخاصة للظهر بتحمي الظهر من كل الأوجاع، لأنه أنت إذا مثلا كل نمتي فترات طويلة راح تفيقي ظهرك عم يوجعك. أنا مشان أتجنب وجع الظهر لازم أول ما أفيق أعمل تمارين الستريتش لأي عمر بيكون. كنت أنا قاعدة ما لازم طول بالقعدة لمدة مثلا إذا قعدت نص ساعة لازم 10 دقائق أقوم أمشي، ما أقعد لفترة طويلة، هي كمان بتسبب لهم أوجاع. والمشي بكل أنواعه كتير مفيد لكبار السن، للصبايا، للشباب، للأطفال، للكل مفيد، يعني كتير بيعطيهم مرونة، بيعطيهم لياقة، فأنا هون بنصح فيه للمشي كتير. والسباحة كتير كمان مفيدة. عنا تمارين للكبار السن، هلأ في عنا بالجيم الأيروبيك كمان مفيدة لإلهم لحسب أعمارهم، بيعطون العمر اللي بيكون مثلا السن الكبير بيعطون تمارين معينة كمان هي بتفيدهم. طيب كوتش كمان هلأ مثل ما قلنا بداية الحلقة في صار صفحات بتنزل تمارين ورياضة وبتعمل علاج فيزيائي وما إلى ذلك، ولكن يمكن مو كل الأشخاص ممكن يقدروا يعملوا هذا الشيء، وبيقولوا حركة غلط ممكن تقلب عكسي بدل ما تكون إيجابي. قدي مهم كمان مثل ما بروح عند دكتور يكون اختصاصي يعطينا شيء معين، يكون فيها التنسيق مثلا بين دكتور العظمية وكوتش الرياضة العلاج الفيزيائي، قد هي الدائرة مهمة إذا شخص بده فعلا يستفيد من الرياضة لجسمه؟ طبعا هلا أي كوتش بيجي لاعب أول شيء بده يسأله أنت عندك إصابة؟ بده يقول له لا، انت شو بدك تلعب او شو الهدف اللي انت فايت فيه على الجيم؟ ان كان مثلا عنده اصابه انا بدي راعي انه شو الشغلات اللي لازم يلعبها
بدي اعرف انا هون نظامه الغذائي كيف، بدي هون اول شغله اشتغل عليها النظام الغذائي، لانه باي رياضه واي اصابه بيكون عندي كمان النظام الغذائي بيلعب دور كثير مفيد. فانا منشان خلي الشخص او اللاعب اللي جاي يلعب يستفيد، بدي انتبه على النظام الغذائي، على الامراض اللي عنده اياها، اذا ما عنده امراض على الهدف اللي فايته انا مشان اعرف كيف لعبه وخليه يستفاد اكثر. طيب اليوم يمكن بهي الظروف الاقتصادية الصعبة، يمكن الأشخاص اللي بدهم ياخذوا الأكل الصحي اللي بيناسب النادي وفي نسب عالية من البروتين، هو أكل مكلف نوعا ما. بعض الشباب أو الصبايا عم يتجهوا للبروتين، فخلينا نعرف هل هذا الشيء صحي وهل له آثار جانبية؟ هلا هو مبدئيا بيكون صحي ورح يلاقي نتيجه، يعني هي لاي حدا بفوت على الجيم وبيوصف له الكوتش مثلا او هو انه انا بدي ابني عضلات بسرعه ولوقت وبفتره قصيره، بده ياخذ بروتين وبده ياخذ هدول المكملات الغذائيه. هلا هي المكملات الغذائيه كثير منيحه، بس بحال انا اعرف اللاعب انه شو هو طبيعه اكله. مثلا في عالم تاكل كثير البان واجبان، انا لما بدي اعطيه مثلا مكملات غذائيه ممكن تضره، تعمل له حساسيه، تعمل له اي نوع من 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 يعني مضر له بيكون. فانا هون كثير بدي انتبه على طبيعه الاكل اللي عم ياكله حتى اعرف انا شو اعطيه اذا المكملات الغذائيه ولا. في عنا بتيجي كثير نحيفه، فهون انا بوصف له مكملات غذائيه. كمان اللي بده ياخذ مكملات غذائيه بده كثير يكون بالتفصيل يعرف الكل شو عم ياكل، هون انا بيكون بيستفاد فيها. بس مبدئيا هلا في عالم تيجي بتاخذ مكملات غذائيه وبتبلش تاخذ عشان يكبروا عضلاتها، هو مبدئيا اول فتره رح يستفيد، بس انت اذا بيقطعوا اسبوع رح يرجع جسمه يهبط اكثر من كان من قبل اسبوع، يعني فتره هلا كثير مثلا بيجي فورا بيفوت واحد على النادي باسبوع بتلاقيه صار عنده عضلات، هي ان كان بسبب المكملات الغذائيه او البروتينات اللي عم ياخذها بهالحب، فهو كثير مو منيح لقدام، مو منيح. بينما انه هو يتبع النظام الغذائي الصحي احسن له من ما ياخذ البروتينات والمكملات الغذائيه. طيب خلينا كمان نحكي عن فقره كثير مهمه، هلا الصبايا صاروا بيركضوا ورا شيء اسمه نحت الجسم، الرياضه ممكن تنحط الجسم او لا؟ تنحط الجسم طبعا، في كثير رياضات بتنحط الجسم، من الايروبيك، الزومبا، حتى الحديد اذا لعبتيها بتوازن مو بطريقه عشوائيه، او منشان انا بس بدي اطلع مثلا هون المعده، فانا كثير هون مو منيحه. فانا بلعب الايروبيك لما بلعبها على مدار لو 3 ايام او 6 ايام هي كثير مفيده، بتنحت الجسم مع النظام الغذائي اكيد. ايه هي بديل للعمليات الجراحيه، ويفضل انه يلعبوا رياضه احسن ما يعملوا عمليات جراحيه، لانه العمليات الجراحيه بدها صبر، يمكن الرياضه بدها وقت حتى تشوف النتائج تبعه، يعني اقل شيء بدك شهر او شهرين لتلاقي انت نتيجه جسم، بس احسن من العمليات أكيد. الجراحيه، العمليات الجراحيه لقدام كمان كثير سيئه، ما انا صحيه ابدا أكيد. وكثير هلا عم نشوف عالم عاملين نحت عم بيعانوا انه بعد ما عملوا نحت عم يطلع لهم كتل، فهي الكتل كمان بدها شغل وبدها عمليات، فهي كثير فاتت الصبية بمتاهات ما لفيها، فتلتجئ للرياضة وللنظام الغذائي يعني شوي، فهون أكيد بتلاقي نتيجة، تتعب بس بتلاقي أكيد. لك شكرا كثير لك كوتش على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونهارك حلو يا رب. شكرا شكرا لك، وينعاد عليك بكل خير. وعليك حبيبتي.